مشهد صار يتكرر في كل موسم، لكن الفرحة فيه لم تفقد عذوبتها. الزوراء يعتلي قمة كأس العراق بهدف ذهبي بدد آمال الطلبة غريمه التقليدي، مانحا بذلك جمهوره العريض مناسبة أخرى للفرح كان فيها اللاعبون نجوما في الأداء، ثم تحولوا إلى نجوم للدبكات الشعبية في احتفالات ربيعية متألقة. الهدف الذهبي لتجاوبك فيها وبها ونقلة بسيطة، الحمد لله أنه انحسمت بدون ما نعاني منها. لم تكن حساسية الختام سببا في تفريغه من محتواه الفني الرائع، وكان الزوراء كالعادة مبادرا بقوة نحو هدف للمبادئة، فأهدر فرصا كثيرة كانت بينها ركلة الجزاء التي أخطأ أحمد راضي تنفيذها بعد دقائق ثلاث من البداية. يمكن شيء ما موافقاني في المباراة، لكن الحمد لله يعني كان الفوز، والفوز أهم بالنسبة لنا لأنه هذا اللي يحمل الكأس هو الفائز دائما. الركلة الضائعة أحرجت الزوراء لكنها لم تتسبب في تحجيم محاولاته، وبمرور الوقت كان اللعب يميل إلى شيء من التكافؤ بعد أن نشط الطلبة وارتفعت البطاقات الصفراء ثماني مرات بالتناصف، وغادر الميدان صادق سعدون من الطلبة وأحمد حسين من الزوراء بسبب الخشونة، وجرى البحث عن هدف ربما يحسم المباراة والبطولة برمتها. وكان حارس الطلبة أحمد علي نجم المباراة الأول بقدرته العالية على إبقاء التعادل السلبي سيد الموقف حتى صفارة الختام. حظ أوفر في المرات المقبلة كابتن أحمد، كنت نجم المباراة الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر. يعني هذه متى يعني الشيء ذا، كنت أنا نجم المباراة أو غير نجم المباراة. احنا خسرنا الكأس، يعني لو مباراة دوري ويطلع نجم المباراة خسرانين ثلاثة يمكن ما اهتم، بس هذه المباراة لا. يعني ان شاء الله انت مثل ما قلت الحظ أوفر، ان شاء الله عندنا الدوري وان شاء الله نعوض. بعد التعادل كان لابد مما ليس منه بد، وهو البحث عن هدف ذهبي حاسم في الوقت الإضافي، وتشاء الأقدار أن يكتب البديل محمد جاسم نهاية زورائية سعيدة للمباراة حين أعاد كرة حائرة ارتدت من القائم إلى الشباك الطلابية وأبقى بذلك الكأس في خزانة الزوراء. الحقيقة يعني كنت قبل المباراة يعني كنت متفائل، يعني بغض النظر أني كنت ألعب الملعب، بس يعني حاس أنه أنا قوي اليوم. الكأس العراقية زورائية بالتخصص، هذه هي المرة 13 التي يفوز فيها الزوراء ببطولة كأس العراق بكرة القدم، وهو إنجاز لم يسبق لأي ناد عراقي أن حققه في أي بطولة رياضية. علي رياح، الجزيرة،